إذا كنت تبحث عن طريقة لربح 20 دولار في اليوم من دون استثمار أي مبلغ مادي أو تعب، فمن المؤكد أنك تحتاج لمشاهدة هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من جديد مرة أخرى على قناتكم ثقافة ومنوعات. أعتذر عن هذا العنوان، أو ربما أنا تعمدت أن أقوم بوضع هذا العنوان حتى أجذب هذه الفئة من المجتمع بالذات، أو حتى تدخل أنت شخصيا إلى هذا الفيديو إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وبسيطة لربح المال من دون أي استثمار ومن دون تعب، هذا حتى لا تزيد وتضيع المزيد من الوقت بعد اليوم. فليس هناك طريقة لربح المال من دون تعب أو من دون استثمار أو بطريقة بسيطة جدا كما يسوق بعض الأشخاص للعديد من المواقع. فمثلا أنا لو سوقت لك لهذا الموقع الذي يمنحك رصيد باي بال والعديد من بطاقات جوجل بلاي، بطاقات للتسوق عبر الانترنت والعديد والعديد من طرق الدفع، فمثلا أنا لو سوقت لك لهذا الموقع بالطبع أنا سوف أربح ربما 10 دولار أو 20 دولار، وتأكد أنك أصلا لن تجد ذلك المبلغ. فكل الأشخاص على اليوتيوب يبحثون عن ربح، عن زيادة المشاهدات وزيادة الأرباح طبعا، فهو يقول لك اربح 20 دولار في اليوم أو 30 دولار في اليوم، ولكن عندما تدخل للفيديو الطريقة تجد أنه يشرح طريقة لربح 5 دولار أو 10 دولار وأقل بكثير مما شرح لك. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أنك لن تستطيع ربح ما ربحه ذلك الشخص، وهذا بشكل بسيط لأن لديه قناة وهناك العديد من الأشخاص الذين يثقون فيه وسوف يتسجلون من رابط إحالته وسوف يدعمونه، وبالتالي سوف يستطيع بالفعل الوصول إلى نصف ذلك المبلغ الذي شاهدته في عنوان الفيديو، لكن أنت لن تصل إلى هذا المبلغ صدقني. لذلك أريد منك ألا تضيع المزيد من الوقت في مشاهدة تلك الفيديوهات التي يقول لك اربح كذا وكذا من دون أي تعب من دون رأس مال. فصراحة في عالم الانترنت ليس هناك ربح، هناك عمل على الانترنت، وأتحدى أي شخص يقول لك عمل ليس عمل وإنما ربح. فقط هناك من ينجح في عمله فبعد ذلك يصبح بمثابة الشخص الذي يربح، فيصبح يجني أموال كثيرة من عمله، وبالطبع يصبح لا يتعب كثيرا ويربح كثيرا على عكس في البداية. فبالرغم من أننا في 2017 وما زال البعض يسوق لموقع نيوبيكس كموقع الضغطات على الإعلانات، فهذا الموقع نعم أنا لو أقوم بشرحه ووجه لك فكرة أنه سوف يدر عليك 5 دولار كل يوم أو 4 دولار أو 3 دولار، نعم أنا سوف أحصل على 5 دولار، ولكن أنت صدقني لن تحصل على 5 دولار. فليس لديك قناة، ليس لديك من سيدعمك بالاشتراك برابط الريفيرال الإحالة الخاص بك. فأنا لا أريد أن أسوق لك فكرة تربح منها وهي لا تربح منها بحسب أو من أجل أن أربح المال، فهذا ليس بالأمر الجيد. نعم أريد أن أربح تلك الخمسة دولار، ولكن لا أريد أن أعطيك طريقة ليست موجودة في العنوان، فأنا أربح وأنت لا تربح. فهذا هو مكتبي إن صح التعبير، عربة للمعاقين، وصدقني لن تعرف معنى أن يكون لديك معاق في البيت أو المنزل إلا إذا كان لديك واحد، فهو متعب كثيرا، وها هو مشاكل الماء، جاء الماء مجاش نتعمر، هذه هي الجزائر، درج مليء بالخردوات هكذا هذه هي. فإذا أردت أن تدعمني وتشارك هذا الفيديو من أجل زيادة المشاهدات على القناة وزيادة أرباح القناة فأهلا وسهلا بك وشكرا لك من كل قلبي. ثانيا أنا لا أريد أن أوجه حرب أو أدخل في مشاكل مع أي صاحب قناة، فقط أنا أريد أن أشير وأنبه وأعطيك
الطريقة، والدليل على أني أحب الخير لكل شخص يريد أن يعمل بهذه الطريقة. فشاهد معي كيف أنبه أحد الأصدقاء وأقول له أن رابط الإحالة لا يعمل، حدث الرابط. ليس لدي أي مشكل، تعليق من أجل أن يحدد الرابط. فشاهد معي، هذا هو رابط الإحالة ورابط الإحالة لا يعمل. ليس لدي أي مشكل مع الشخص، فقط أنا أريد أن أشير إلى النقطة وأحببت أن أنبه إليكم. إلى هنا أعتقد أن حلقة وموضوع اليوم قد انتهت. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. لايك وشير إذا أردت أو أحسست أن هناك من سيستفيد من حلقة اليوم ولن يضيع المزيد من وقته في مشاهدة هذه الفيديوهات. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات. سلام.